وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمنح مديري الخدمات الجامعية أجلاً لغاية الدخول الجامعي المقبل لتعميم الرقمنة في كافة مديريات الخدمات الجامعية، وهذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في عصرنة القطاع تمهيداً للإصلاح الشامل الذي سيمسه. الدخول الاجتماعي القادم راح يكون يكون هذا البروغراس وهذا العمل وهذه الرقمنة جاهزة ويكون العمل بها بحول الله سبحانه وتعالى. الوزارة تكفلت تكفل بهذه النقائص، ولازم يكون الدخول الجامعي في ان شاء الله رقماني. إجماع خلال الندوة الوطنية التي جمعت مديري الخدمات الجامعية وممثلي وزارة التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح مخطط الرقمنة بعدما بلغت نسبته 40% فقط. احنا في التدخل تاعنا كان واضح، كان سؤال مباشر للسيد المدير العام هو هل المديريه العامه للدول الوطنيه للخدمات الجامعيه راح توفر الوسائل الماديه والبشريه. احنا الاقتراح تاعنا كان هو تكوين الموظفين في هذا مجال الاعلام الالي. الرقمنه في مديريه في معظم مديريات الخدمات الجامعيه ناقصه بزاف، نسبه 40%، وهذا يكمل في نقص الامكانيات العتاد الاعلام الالي والمواد البشريه. إنجاح الرقمنة في قطاع الخدمات الجامعية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للطالب وضمان الشفافية والنزاهة في التسيير من أجل إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي عاثت فسادا في القطاع.